بحضور أركان الدولة وحشد من الشخصيات العسكرية والسياسية والفعاليات الدينية والدبلوماسية، احتفلت قيادة الجيش بعيد المؤسسة 73 في الكلية الحربية في الفياضية. الاحتفال ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، الذي أثار الانتباه فور وصوله بالطريقة التي صفح فيها رئيس الحكومة سعد الحريري والتي وصفت بالأقل من عادية مقارنة بالطريقة التي صفح بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري. لهذا العيد نكهة خاصة مكللة بالإنجازات التي سطرتها المؤسسة العسكرية في القضاء على الإرهاب، وما معركة فجر الجرود التي اختير اسمها لدورة الضباط المتخرجين هذا العام إلا واحدة من هذه الإنجازات. باسم هؤلاء الفتيان أطلب تسمية دورتهم دورة فجر الجرود. الرئيس عون وبعد قراءة المراسيم من قبل الوزيرين يعقوب الصراف ونهاد المشنوق سلم السيوف ل 35 ضابطا، 24 منهم في عداد الجيش اللبناني، 10 منهم في عداد قوى الأمن الداخلي، وضابط واحد في عداد أمن الدولة. أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملا حفاظا على علم بلادي وزودا عن وطني لبنان. لم يمر الاحتفال بعيد الجيش دون كلمة من الرئيس عون توجه فيها إلى العسكريين المتخرجين، مستذكرا شهداء الجيش ومتطرقا إلى ملفي النازحين والحكومة. فلا انتصار في معركة ضاع هدفها وبدأ ضرب النار داخل الخندق، وهدفنا اليوم وفي المرحلة المقبلة هو النهوض بالوطن والاقتصاد وقطع دابر الفساد وقيام الدولة القوية والقادرة وإغلاق ملف النازحين بعودتهم الآمنة إلى بلادهم. ولابد في هذا المجال من التعبير عن امتنان لبنان للمبادرات التي تهدف إلى اعتماد إجراءات عملية تؤمن عودة آمنة للنازحين. فعزمنا واضح، وهو أن تكون هذه الحكومة جامعة للمكونات اللبنانية دون تهميش أي مكون أو إلغاء دوره، ودون احتكار تمثيل أي طائفة من الطوائف. وإذا كانت بعض المطالب قد أخرت حتى الآن تشكيل الحكومة في مرحلة دقيقة ومليئة بالتحديات بالنسبة إلى لبنان، فأود هنا أن أجدد تأكيد عزمي بالتعاون مع دولة الرئيس المكلف على إخراج البلاد من أزمة تأخير ولادة الحكومة، مراهنا على تعاون جميع الأطراف. وخلال الاحتفال قدم لواء الحرس الجمهوري عرضا عسكريا مميزا كان بمثابة تحية في ذكرى معركة فجر الجرود. وختاماً كانت الصورة التذكارية التي رمى المتخرجون أثناء التقاطها قبعاتهم إذاناً منهم ببدء مرحلة جديدة من حياتهم تحت جناحي المؤسسة العسكرية بشرفها وتضحيتها ووفائها. حليمة طبيعة، قناة الجديد.